وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة دكتور أكسل. في هذه المحاضرة راح نتعلم على مهام عظيمة جدا من دون استخدام أي معادلة. سيتم تنفيذ مهام قوية ورائعة من خلال التنسيق المخصص. طبعا عندنا مجموعة من التواريخ، لو حبينا نغير في أسلوب طرح هذه التواريخ، يعني مثلا هنا راح نخلي اسم الشهر، يعني مكان ما يكون رقم راح يكون اسم الشهر، وهنا راح نخلي اليوم المصادف لهذا التاريخ. طيب طبعا في البداية راح نحدد هذه الخلايا، وطبعا راح نسحبها إلى هذه المجموعتين. طيب راح نجي نحدد هذه المجموعة، وطبعا نضغط كليك أيمن، ومن ثم طبعا تنسيق خلايا أو فورمات سيل. طيب نجي إلى مخصص. إذا لاحظ هنا عندنا طبعا DDMMYY، هنا DD المقصود به اليوم، والMM المقصود به الشهر. طبعا لو كان الMM 2 راح يكون الشهر رقم، طبعا نغير إنجليزي. لو كان 3 أو 4، يعني 3 أو 4 لا بأس، راح يكون الشهر كتابة وليس رقما، مثل ما لاحظ هنا 1IR 6IR وهكذا. جيد، لو حبينا نغير هذه التواريخ إلى اليوم المصادف، يعني نريد نعرف هذا التاريخ يا يوم يصادف، طبعا نحدد هذه الأرقام وكليك أيمن عليهن، ومن ثم تنسيق خلايا. طبعا نجي إلى مخصص بنفس الطريقة. إذا كان هنا الدي اللي هو الدي، إذا كان 2 يعني معناه أنه راح يكون اليوم رقم، وإذا كان 3 أو 4 راح يكون، طبعا نخليها 4 للتجربة، راح يكون اليوم اللي هو عنوان اليوم. طبعا احنا ما راح نحتاج الشهر والسنة، راح نحذفهم وراح نخليهم فقط دي دي، ومن ثم موافق. اذا لاحظ هنا عندنا السبت الخميس وهكذا. عندنا مجموعة من الدرجات، وحبينا نغير هذه الدرجة الى نتيجة، يعني اذا 50 فما فوق راح يكون ناجح، واذا اقل من 50 راح يكون راسب. طبعا الطريقة سهلة جدا من خلال كتابة هذا الكود. طبعا هذه هي الصيغة راح نعتمدها في النتيجة. جيد، الآن راح نجي نحدد هذه الخلايا، وطبعا نضغط كليك أيمن، ومن ثم تنسيق خلايا. نجي إلى مخصص، وطبعا راح نمسح جنرال ونغير إنجليزي، ضروري جدا نتأكد إنه إنجليزي. نعم، الآن راح نكتب اللي هو القوس المربع، طبعا من خلال حرف الجيم وحرف الدال، ومن ثم نضغط على شيفت وطاء، من ثم الفارزة المنقوطة اللي هي كاف بدون شيفت، ومن ثم شيفت وطاء مرة أخرى. طيب الآن راح نجي بداخل هذين القوسين المربعات، راح نكتب أكبر اللي هي شيفت وزاي يساوي 50، أكبر أو يساوي 50، وبوسط القوسين الصغيرين اللي هي علامة الاقتباس نكتب هنا ناجح، وبوسط العلامة الثانية نكتب راسب. طبعا راح تنعكس كلمة راسب، لا بأس، المهم احنا نكتبها بنفس مكانها الصحيح، ومن ثم موافق. اذا الاحظ انه عندي هنا ناجح ناجح، وعندي هنا طبعا راسب، مع العلم انه الدرجة والرقم راح تبقى كما هي، فقط انه العنوان راح يتغير. إظهار الأصفار من اليسار، طبعا إذا لاحظ أنه لو كتبنا مثلا 00964، إذا لاحظ أنه الأكسل راح يحذف الأصفار من الشمال. طبعا هنالك طريقة بدائية من الصفحة الرئيسية، أغير إلى نص وأكتب مثلا 00964، طبعا راح تكون عندي الأصفار موجودة ولكن ما أقدر أتعامل وياها بالمعادلات. الطريقة الصحيحة هي تحديد الأرقام، مثل ما عندنا هنا طبعا ارقام موبايل، عندنا صفر من اليسار، حددها ونضغط كليك ايمن، ومن ثم تنسيق خلايا. طبعا نجي الى مخصص ونحذف جنرال، وطبعا راح نضيف عدد اصفار بنفس المراتب. مثلا هنا عندنا هذه الارقام هي 11 مرتبه، باعتبار انه رقم التليفون في العراق 11 مرتبه، فراح اضيف 11 صفر 1 2 3. طيب بعدها موافق. إذا لاحظ أن الأصفار راح تظهر من اليسار. تغيير لون الرقم السالب، طبعا عندنا هنا مشتريات، وعندنا مبيعات، وعندنا أرباح. طبعا حتى نظهر الأرباح
نجي نحدد هذه الخلية و راح نكتب يساوي المبيعات ناقصا المشتريات، وطبعا نجري عملية الهاندل. راح نلاحظ انه عندنا بشهر نيسان هنالك خسائر، يعني احنا اشترينا ب 500,000 وبعنا ب 400,000، فعندنا خسائر 100,000، وايضا بشهر ايار وايضا بشهر تموز هذه الخسائر راح تكون بالسالب. جيد، فحتى نركز على هذه الخسائر راح نخلي لون الخسائر او الارقام السالبه باللون الاحمر. طبعا الطريقه سهله جدا، راح نجي نحدد هذه الارقام وطبعا نضغط كليك ايمن تنسيق خلايا، نجي الى مخصص وطبعا نجي الى جنرال، راح ناخذ من عندها كوبي نسخ، راح نضيف فارزه منقوطه اللي هي كاف، علامة الناقص نلصق الجنرال، بارزة منقوطة ونلصق الجنرال. طيب الآن أضفنا الأرقام السالبة خصصناها، راح نجي نغير لون الأرقام السالبة طبعا قبل علامة الناقص اللي هي بالمنتصف. نتأكد أن اللغة إنجليزية، وراح نخلي الأقواس المربعية اللي هي جيم ودال، وطبعا بداخل هذه الأقواس راح نكتب اللون اللي احنا نريده، مثلا بما انه هي سالب راح تكون احمر. طيب اذا عندي نسخة الاوفيس بالعربي راح نكتب اللون بالعربي، واذا كانت بالانجليزي راح نكتب اللون بالانجليزي، يعني اذا عربي راح نكتب احمر، واذا انجليزي راح نكتب ريد. جيد، بما انه احنا عربي راح نكتب احمر ومن ثم موافق. اذا الاحظ انه الارباح راح تبقى كما هي والخسائر راح تكون باللون الاحمر. تنسيق النسب المئوية للأرباح، طبعا عندنا هنا أرباح ونريد نعرف النسب المئوية للأرباح سواء كانت خسائر أو أرباح، وطبعا نريد نميزها بتنسيق معين. إذا كان عندي أرباح زيادة راح يصير عندي سهم للأعلى وراح يكون بلون أخضر، وإذا كان عندي أرباح خسائر راح يكون عندي سهم للأسفل وراح يكون بلون أحمر. طيب أول مرة راح نطلع النسبة المئوية، طبعا راح نحدد هذه الخلية وراح نقسم المبيعات على المشتريات ناقصا واحد، المبيعات تقسيم المشتريات ناقصا واحد. جيد، الآن راح نجري عملية هاندل للجميع، وطبعا راح نحدد جميع هذه الأرقام، وطبعا نفعل علامة النسبة المئوية، طبعا هذه علامة النسبة المئوية نفعلها. الآن راح يصير عندي نسب مئوية، طبعا هنا عندي خسائر أي راح تكون نسبة مئوية بالسالب، وكذلك هنا في شهر آيار وأيضا في شهر تموز. طيب الآن راح نجي نضيف هذه الرموز اللي هي المثلث الصاعد والمثلث النازل. طيب شلون نضيف هذه الرموز؟ من خلال إدراج رمز، وطبعا نجي هنا نخلي نوع الخط Arial ضروري حتى لو نكتبه كتابة اللي هو ARIAL كتابة، وطبعا ننزل إلى الأسفل، يعني هنا هيك كانت، ننزل إلى الأسفل أسفل كلش. طيب طبعا ننزل بهذه المنطقة، طبعا عندنا هنا السهم اللي بالأسفل راح نضغط عليه دبل كليك، والسهم اللي بالأعلى راح نضغط عليه دبل كليك، ومن ثم إغلاق. جيد، صار عندي هنا الأسهم اللي بالأسفل وبالأعلى، طبعا راح نحددهن هذه الأسهم وطبعا ناخذ النسخ. جيد، الآن راح نجي نحدد النسب المئوية، وطبعا نضغط كليك أيمن تنسيق خلايا، نجي الى مخصص هذه الطريقة، طبعا عندنا هنا علامة بالمية راح تبقى كما هي، ونضيف هذه الرموز. طبعا عندنا هنا راح نضغط كنترول في او هنا كليك ايمن لصق، عندنا السهم اللي بالاعلى راح نخليه وراح ناخذ السهم اللي بالاسفل قص، وطبعا نغير انجليزي، تأكد انه انجليزي اللغة، وطبعا فارزة منقوطة ناقصا صفر علامة بالمية، راح نضيف السهم اللي بالأسفل فارزة منقوطة صفر. جيد، الآن أضفنا الأسهم، نريد نغير لون الأسهم. طيب شلون نغير لون الأسهم؟ نجي هنا قبل الصفر نضيف الأقواس المربعية اللي هن الجيم والدال، وقبل الصفر الآخر أيضا الأقواس المربعية. طيب هنا راح نجي نضيف اللون. طيب هنا اللون اللي هو راح يكون اللون الأخضر، لأن عندي هنا أرباح سهم صاعد،
وطبعا اذا كان نسخه الاوفيس عربي راح نكتب اللون بالعربي اللي هو اخضر، واذا نسخه الاوفيس انجليزي راح نكتب اللون بالانجليزي اللي هو جرين. بنفس الطريقه اللي هو الهبوط راح يكون احمر وينكتب بالعربي اذا كان عندي نسخه الاوفيس عربي، وبالانجليزي اذا كان نسخه الاوفيس انجليزي. بما انه الاوفيس عندنا هنا عربي راح نكتب اخضر، طبعا نغير عربي واخضر، طبعا راح يتغير اتجاه النص لا بس ما لنا علاقه به. نجي هنا راح نكتب احمر، وطبعا راح اصغر عن العرض ومن ثم موافق. اذا لاحظ هنا عندي ارباح راح يكون عندي سهم وطبعا يكون بلون اخضر، وهنا راح يكون عندي خسائر راح يكون سهم الى الاسفل وبلون احمر. وطبعا هذه النسب ديناميكية، يعني لو كان مثلا بشهر نيسان لو كان عندي المبيعات مثلا 600,000 حجي اكتب 600 1 2 3، مجرد ان اضغط انتر راح يتغير عندي السهم الى اللون الاخضر. طبعا هذه كلها مهام مهمة ونحتاجها في كثير من الاحيان، ومن خلال التنسيق المخصص نقدر نعملها من دون استخدام اي معادلة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.